تخش الاحواض كبيره ياسر. الدورة التكوينية هذه تندرج في تطوير المهنة وتكوين كفاءات اللي باش يقودوا لنا الإنتاج والقطاع على مستوى تربية المائيات. ما يخفاكش باللي رانا في 14 ولاية هذه رانا نكونوا بما يقارب 1500 متكون، نسعوا إن شاء الله باش نخرجوا منهم القطاع، نخرجوا منهم مربين. هذه الدورة راح تخصص فيها محاور أساسية تتعلق بكيفية إنجاز مشاريع تربية المائيات، كيفية تربية الأسماك، دراسة أمراض الأسماك، أنواع الأسماك، كذلك فائدة الأسماك تربية المائيات في الوسط الفلاحي، لأنها تربية المائيات مفيدة في تقوية المنتوج الفلاحي، والفلاح راح يقلص من فاتورة شراء الأسمدة الكيميائية.